حصة مع عمو يزيد راح أجيكم في موضوع مهم جدا جدا، هو موضوع اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يا أطفال والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سأروي لكم قصة بطل من أبطال الثورة الجزائرية، إنه ربيع بوشام. عمو يزيد لكم أغنيات على المعلم، قل فيها معلمي معلمي من كل جهل صنتني. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل. وإلا حبيتوا تراسلونا باش نقراو الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت عبر موقعنا عمويزيد.com وتروحوا للزرار آراء وملاحظات، تبعثوا لنا الرسالة تاعكم باش نقراوها. استناونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة. نحبوكم يا أطفال. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يا